الأنظمة دي هي نظام واحد؟ لا، في شركات كتيرة بتعمل أنظمة مختلفة. أنا قلت هو موديل، لكن في عندي بلاد هول، عندي ديزاير تو ليفل، عندي أنظمة كلها مختلفة من شركات مختلفة. طب المحتوى بتاعي ده ما هرفعه، هل هيشتغل عليهم كلهم؟ اه هيشتغل عليهم كلهم. ليه؟ لأن أنا بتبع حاجة اسمها سكورنج، ده حاجة معيارية أو بيخليني قواعد معينة وأنا بطور المحتوى عشان يقدر يشتغل على أي نظام. وطبعا السكور ده كان في منه إصدار 1.2، وبعدين بقى في فيرجن 2004، وبدأ يحصل دلوقتي ريبليسمنت بحاجة اسمها تيم كام. يعني لو حد عايز يدخل في مجال البروجرامينج في الإي ليرنينج لازم يقرأ عن التيم كام أو السكور. بالإضافة إلى المهارات غير أساسية يفضل إن يكون عارفها، لازم يكون عارف الستوري بورد رايتنج عشان يعرف اما هيشتغل مع المصمم التعليمي ايه اللي هيستلمه منه، وفاهم هو ايه شغله عشان يبقى التواصل بينهم سهل. لازم يبقى برضه عارف يعني الاسرنج، الويب اسرنج، الليرنينج مانجمنت سيستم اللي هيترفع عليها المحتوى. الحاجات دي كلها تعتبر نون كور سكيلز. الشهادات طبعا غالبيه اللي بيحتاجوا ان اللي يشتغل معاهم يكون عنده خبره في البروجرامنج، مارس بايده ان هو بالفعل عنده حاجات سواء في مشاريع التخرج او حاجه هو اتعلمها مع نفسه، فبيحتاج الشخص اللي يكون مارس افضل. ولو انتوا مش قدامكم فرصه، لو انتوا عملتوا جوين لحاجه زي الناين مانس بروجرام، خلال البروجرام هتلاقوا ان انتوا مارستوا كتير بايديكم، فبالتالي دي بتكون بلس لاي حد انه مارس ايديه، بالاضافه انه يكون حاصل على سيرتيفيكيشن من المؤسسات المعروفه في اي حاجه من مجالات البروجرامينج. كمان الامبلويرز بيفضلوا ان اللي يشتغل معاهم يكون خريج تعليم عالي، او طبعا كليات الحاسبات، كليات الهندسه، كليات تكنولوجيا التعليم، كل دول بيكون من الحاجات المفضله في هذا المجال. الجرافيك ديزاين من الشغلات الشيقه، ومش بتشتغل في مجال الاي ليرنينج بس، بتشتغل في مجالات تانيه، وبتعتمد اكتر على الموهبه الفنيه بالاضافه الى الدراسات الفنيه. اللي بيشتغل في المجال ده عاده بيكون مش تخصص، يعني مش شرط يكون خريج كليه معينه، بيكون خريج يكون تعليم متوسط، ممكن يكون خريج حقوق، هندسه. يعني عندي في الشغل اللي شغالين في المجال ده فعلا كل واحد من كليه مختلفه او من دراسه مختلفه تماما. وطبعا الكارير باث بتاعها ببدا ان انا ببدا جونيور جرافيك ديزاينر، بعد كده سينيور، بعد كده بكون تيم ليدر، بعد كده بكون هيد للجرافيك برودكشن يونت، وممكن بعد كده كمان اكون ارت دايركتور للمكان. طبعا الكور سكيلز لازم يكون عندي طبعا مهارات الانيميشن تكنيكس، عارف السوفت وير اللي بتستخدم في المجال ده، زي مثلا مجموعات الاد دي، اشهر حاجات الفوتوشوب، الافتر افكت، الفلاش. لازم اكون عندي ديزاين كونسبتس والانيميشن كونسبت وغيره، والارت اوف تايبوجرافي وغيره. بالاضافه الى النون كور سكيلز، لو انا هشتغل في مجال التعليم الالكتروني كجرافيك ديزاينر، لازم بالاضافه الى المهارات الاساسيه بتاعتي اكون عارف حاجات ثانيه زي الستوري بورد رايتنج، اكون عارف المصمم التعليمي اللي هشتغل معاه بيكتب الستوري بورد ازاي، بيديني السيناريو شكله عامل ازاي، واكون عارف المبرمج اللي هيشتغل ورايا عشان يعمل برمجه بيشتغل ازاي، بحيث ان انا اسلمه الحاجه زي ما هو محتاجها. فدي مهارات يفضل مش اساسيه عنده، لكن يفضل يكون عارفها عشان يقدر يشتغل مع باقي التيم في التعليم الالكتروني. طبعا زي ما قلنا مع بعض، هو يفضل بعض السيرتيفيكيشن يكون حاصل عليها، او يكون ممبر في بعض يعني الجرافيك، هنلاقي في زي شركه ادوبي بتبقى عامله جروبس، في بعض المؤسسات اللي يفضل يتحط بيها وان انا احصل على سيرتيفيكيشن منها، زي شارترد سوسايتي اوف ديزاين، زي عندنا الانترناشونال سوسايتي اوف تايبوجرافي وديزاينر وغيره الموجود قدامنا. السلايدز هتكون متاحه على الصفحه على الفيسبوك، تقدروا يعني سيرشوا على اي حاجه من السيرتيفيكيشن ديت وتبداوا تحاولوا ان انتم تحصلوا عليها. طبعا زي ما قلنا في الشهادات،
في الشغلانه دي بتعتمد اكتر على موهبه، فمش شرط يكون الخريج خريج تعليم عالي، طبعا بيبقى بلس، لكن مش الاعتماد اكتر في شغله زي كده على الموهبه والتالنت او حب الشغل في المجال ده. المصمم التعليمي، وهي ديت لحد ما الديفلوبر والجرافيك ديزاينر ممكن يكون شغال في كذا مجال، يعني ممكن في الاي ار بي الاقي مبرمج. المصمم التعليمي هي شغله اكسكلوسيف للمجال ده، يعني مصمم تعليمي او انستراكشن ديزاينر موجود بس في مجال التعليم الالكتروني، وزي ما زي شغلات تانية بيبدا جونيور، بيبدا يترقى يبقى سينيور، بعدين يبقى تيم ليدر، بعدين انستراكشن ديزاينر يونت مانجر، والمهارات اللي هو طبعا لازم يكون عارف تكنولوجيا التعليم او طرق التدريس المختلفه، يكون عنده الفلويد ويب والليكويد ديزاين، طبعا بالاضافه الى النون كور سكيلز اللي هو يكون عارف الجرافيك ديزاين بيشتغل ازاي، الانيميشن في بيكسل بيعملها، عارف الاوسر بيشتغل ازاي، عارف الديفلوبر بيشتغل ازاي او المبرمج. طيب السيرتيفيكيشن، يعني في مؤسسات بتدي سيرتيفيكيشن في مجال التصميم التعليمي زي الاي ليرنينج انستراكشنال ديزاين سيرتيفيكيت، اسوسيشن فور تايم ديفلوبمنت، والليرنينج ديزاين اند تكنولوجي سيرتيفيكيشن من هارفارد اكستنشن سكول. طبعا بيفضل هنا يكون خريج كليه تربيه او خريج تكنولوجيا التعليم، طبعا ممكن كليات برضه الهندسه اللي حصلت معلومات برضه، او اي حد مهتم بالحياه التربويه بيكمل لو هو عايز يجوين المجال ده لازم يكمل بعدها ان هو بيعمل دراسه في مجالات تكنولوجيا التعليم او يجوين مثلا الاي ليرنينج تراك في ماي مونس بروجرام. طيب اوفر اول كل الوظائف دي زي ما قلنا السكيلز اللي احنا شفناها السكيلز اللي احنا شفناها مع بعض ديت بتعامل في السقف الرواتب بتاعته، بالاضافه الى اللانجوج سكيلز اللي مع بعض هنا. ممكن لو حد عايز ينمي مهارات في الانجليزي في مواقع فري زي الموقع اللي موجودين عندنا، ممكن لما تدخلوا على السايت تحاولوا تشوفوا المواقع دي عشان تتعلموا او تحسنوا اللغه اكتر، وكمان ليهم موبايل ابلكيشن اقدر انزله على الموبايل وبراكتس الانجليزي بتاعي عشان تحسنه في اي وقت. بالاضافه الى البيزنس سكيلز اللي بنتكلم عليها برضه باشمهندس محمد، لازم احسن الكوميونيكيشن والليدر شيب عندي. برضه من الحاجات المهمه الفيجواليزيشن والكريتيفيتي، لان الشغل بتاع توصيل المعلومه ده بيحتاج ان الشخص يكون عنده كريتيفيتي شويه، فبتبقى من الحاجات المهمه انها تكون مهارات موجوده عندنا. الشركات اللي بتشتغل في المجال ده عندنا مثلا او الاماكن اللي ممكن نشتغل فيها زي الجامعه الالكترونيه اي ال يو، زي المتحده جروب دي احد الشركات اللي بتطور المحتوى، وعندنا جي ان اس جروب برضه من الشركات اللي بتطور المحتوى، وشركه شيست نوت، كلهم شركات كبيره وبتحتاج عدد كبير من الموظفين عشان يشتغلوا في المجال. بالاضافه الى اغلب جامعات مصر دلوقتي فيها وحده للتعليم الالكتروني، يعني كان معانا زمايلنا موجودين معانا شغالين في مجال التعليم الالكتروني هنا في الجامعه. كل جامعات مصر فيها فروع للتعليم الالكتروني، ممكن اجوين او انضم للفريق اللي عامل في التعليم الالكتروني في اي جامعه. طبعا عندنا في مزايا في الشغلات زي مثلا الجرافيك ديزاين، شغله كوماندي يعني بيشتغل فيها عدد كبير قوي من الناس. في ميزه قويه قوي ليهم ان هم بيطلبوا اكتر في شغل الفريلانس، فيقدر يشتغل في اكتر من مكان، وبالتالي بيعلي الدخل بتاعه بانه يشتغل اونلاين فريلانس لدول تانيه كتير. طبعا الجرافيك ديزاينر المتميز بس مش بيشتغل في مجال التعليم الالكتروني، فممكن هو في شركه يشتغل في الكوربريت ايدنتيتي، ممكن يشتغل في الماركتنج يعمل لهم الديزاين الماركتنج ماتيريال وغيره. طبعا من المشاكل او التشالنجز اللي بتقابله الاستيميشن، لان هو التكلفه بتاعت الشغل بتاعه هتكلفه قد ايه؟ فبيبدا هو الاستيميشن التكلفه دي بيبقى صعب انه يحسب ازاي هيتكلف قد ايه وقت او التكاليف ان هو يعمل حاجه معينه. دي مع الخبره بيكتسبها ان هو بيقدر يعرف عشان ارسم حاجه بجوده معينه هحتاج قد ايه وقت، لكن بتبقى صعبه في البدايه.
بالإضافة إلى أن الشغلة إلى حد ما بتكون الحكم عليها والكواليتي بتاعها إلى حد ما شخصي، يعني أنا ممكن معين أو حد مش عاجبه طريقة تحليل معينة، فبتبقى حاجة شخصية بتختلف من أذواق لأذواق. ممكن مع الخبرة والتعليم بيعمل حاجة اللي هي بتعجب عدد كبير جدا من الأودينس، الحاجات الشخصية دي بيبقى صعب إرضاء الجميع. يعني مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، يعني أنا بشكركم على الاستماع وشكرا ليكم. أستاذ محمد شكرا لحضرتك. لو حبينا تاني كده نلخص للناس، كان في كام مجال معانا، أهم السكيلز المطلوبة اللي ركزوا عليها، أهم ثلاث سكيلز مثلا؟ احنا زي ما اتكلمنا عندنا في التعليم منقسم لحاجتين. في مجال المحتوى عندنا تقريبا حوالي 5 أو 6 وظائف، احنا ركزنا على 3 منهم اللي هم المصمم التعليمي، المبرمج، الاوثر اللي هو بيجمع الحاجه مع بعض، الجرافيك ديزاينر والانيميتور. وبعد ما كل دول خلاص شغلهم بيجي الشخص اللي هو بيعمل تيستنج ليهم، برضه ما اتكلمناش عن التيستنج بالتفصيل بس برضه الشغلات مهمه. ودولت الحاجات الرئيسيه في المحتوى. في الانظمه عندنا في مجموعه من الشغلات زي اللي هو الامبلمنتيشن، ان انا اعمل النظام نفسه، زي ان انا ادير النظام ومشاكله، بالاضافه الى الكونسلتيشن. بعد كده ده بقى طبعا بيحتاج خبره ان انا اكون كونسلتنت وابدا انقل الاستشاره بتاعت الخبرات للعملاء بتوعي. ايه اهم 3 مهارات ممكن الطلبه يركزوا عليها عشان ينضموا للمجال ده لو حابين؟ طبعا لو انا هشتغل في اي وظيفه من الوظائف لازم اركز على الحاجه الكومون بينهم اللي هي اللغه والسوفت سكيلز ديت لكل الوظائف، سواء بقى الكوميونيكيشن سكيلز، البرزنتيشن. برضو احب يعني اللي هيشتغل في مجال الجرافيك او في مجال التصميم التعليمي يفضل يكون برضو ينمي مهارات الكريتيفيتي والانوفيشن عنده، دي حاجات مهمه. طبعا كل شغله ليها مهارات ثانيه اساسيه. طبعا المبرمج محتاج يكون عارف لغه برمجه، محتاج مثلا يكون عارف الحاجات اللي يقدر يعمل بيها انتراكتيفيتي. الجرافيك محتاج يكون عارف التكنيكس للديزاين المختلفه، والانستراكشن ديزاين محتاج يعرف طرق توصيل المعلومه المختلفه ودارس الاساليب التربويه المختلفه والسن اللي يلائمه والكلام ده. شكرا. شكرا يا استاذ محمد، ميرسي جدا. شكرا يا استاذ محمد. اعتقد كلنا نسمع عن الماركتنج او التسويق، وساعات حابه مننا بيدرسوه في الجامعه، ممكن ناس ما يكونوش درسوه، بس كلنا بنتفق على مدى اهميه حاجه زي الماركتنج بالنسبه لاي شركه او اي بزنس حابب ان هو ينتشر ويكبر اكتر. النهارده هنعرف اكتر عن الماركتنج، ولكن مش اي نوع من الماركتنج، هنعرف ماركتنج مختلف شويه. هنسمع عن الديجيتال ماركتنج او التسويق الرقمي مع استاذه علياء عوده. استاذه علياء عوده ابرنتشيب اوبورتيونيتيز تيم ليدر في معهد تكنولوجيا المعلومات، برنامج كارير ديفلوبمنت بروجرام. سلام. هو شكله ما بيشتغلش هنا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ شباب سوهاج، يسعدني ويشرفني ان انا اكون معاكم هنا. خلونا نبدا بسؤال بسيط. تعرف ايه عن التسويق؟ تعرف ايه عن الماركتينج؟ هو ايه التسويق؟ طب ابص هنا عشان تجاره. صمت رهيب. ايوه، هو اقناع العميل بالمنتج اللي انا بقدمه. ماشي، يبقى انا عندي منتج وعندي عميل وعايز اقنعه. ايوه، ان انا بيبقى عندي برودكت بقدر اوصله للناس اللي هو فعلا بيحب النيد بتاعته. شكرا جزيلا، شكرا. طيب احنا التسويق يا شباب، اكيد جزء مننا كبير تجاره هنا هيبقى عارف ان التسويق ان انا اعرف الاول اصلا الناس محتاجة ايه. فانا بحاول اعرف الحاجة بتاعة العميل والمشاكل اللي عنده بحيث ان انا اقدر احلله مشكلته واسد احتياجاته.
ماشي. طب انا هعرف ازاي؟ عشان اعرف انا محتاج ان انا اعمل حاجة اسمها شكرا ماركت ريسيرش او ابحاث التسويق. طيب دي اول خطوة، هعرف اعمل ابحاث واعرف ايه العميل بتاعي محتاج ايه بحيث ان انا اقدر البي حاجاته. بعد كده انا هبتدي اعمل خطوة مهمة جدا وهي خطوة الاستراتيجيات بقى، استراتيجية التسويق. ايه الخطة المحكمة بتاعتي اللي انا هعملها؟ اول حاجة في الخطة دي انا هدور على العميل بتاعي. انا مين الجمهور اللي انا عايز اوصل له؟ ده اللي انا محتاج اعرفه اصلا الاول. وبعد كده هعرف الجمهور ده محتاج كذا، انا عندي منتج، طب انا هديله معلومات عن المنتج ده ازاي؟ دي حاجة برضو انا محتاج اعملها، فهستقر على القنوات او الشانلز اللي اقدر اوصل بيها لمين؟ للكاستمر. بالظبط كده. طيب تهدوا ولا لسه؟ طيب لسه كويس. طيب ايه بقى الديجيتال ماركتينج او التسويق الرقمي؟ هو مقسوم لكلمتين، تسويق ورقم. تسويق وعرفناه، ايه بقى الرقمي؟ تعالوا كده نشوف انتوا شايفين ايه قدامنا، ايه؟ لابتوب، تابلت، وموبايل. دي موبايل ديفايسز، يعني تعتبر اجهزه محموله. يعني الاجهزه المحموله دي اكتشفوا ان في اواخر يعني او في بدايات الالفينات بدأوا يكتشفوا ان الناس كلها بتعتمد على الاجهزة المحمولة بشكل اساسي في حياتها. هخلص شغلي، هدخل على الانترنت عشان ابعت ايميل، عايز اكلم اصحابي، محتاج ابعت صورة، محتاج اعمل حاجة، حياتنا كلها على الاجهزة المحمولة. طيب اكتشفوا كمان ان مفيش بيت مفيهوش لابتوب، يعني معظم البيوت يعني ما فيهاش ما فيش بيت ما فيهوش الا لابتوب، تابلت، وموبايل. مين عنده ثلاثه مثلا في البيت او حواليه؟ معظمنا، ناس كتير جدا مننا. وكمان لقوا ان معظم الناس معتمده على الموبايل as a primary device، يعني ده الجهاز الاساسي اللي انا معتمد عليه وبستخدمه. راحوا قالوا طب ده فكرة حلوة جدا، انا عشان اعمل ابحاث السوق اللي احنا اتكلمنا عليها دي بضطر ان انا انزل السوق مشاوير وبطبع مثلا فلايرز واعلانات بملايين الجنيهات، محتاج وقت ومجهود وفلوس كتيرة جدا. طيب ليه ما ادخلش باعلاناتي وبمنتجاتي عند العميل في عقر داره جوه بيته، ابتدي اوريله منتجاتي وهو قاعد على السرير قبل ما ينام؟ فهو ده بقى التسويق الرقمي. من هنا جالنا الديجيتال ماركتينج، ان انا عندي سوق اساسي اللي هو في الشارع، ان انا هنزل عندي منتج وببيعه، وكمان عايز اعلن بقى عن المنتج ده، فببتدي بعلن عنه في العالم الموازي اللي هو العالم الايه؟ الرقم. هو حد قال الرقم بس يعني كنت متخيل كله الرقمي كده. ماشي ركزوا معايا. اوكي تعالوا كده نشوف احنا جايين ليه هنا النهارده اصلا، نكلم شباب جامعه سوهاج تجاره واداب، وقلنا معانا طب بيطري صح؟ ايوه هما كانوا اتنين بقى واحد بس مش مشكله. اوكي ومعانا كمان كليه علوم وبعض الكليات الاخرى، معانا هندسه كمان. طيب احنا ليه جايين نكلمكم النهارده عن التسويق الرقمي؟ لان التسويق الرقمي يعتبر من المجالات القليله جدا اللي بتنقسم لشقين، بتجمع ما بين مجالين. اول مجال هو التسويق او ماركتينج، مظبوط.
تاني مجال هو تكنولوجيا المعلومات. طيب عايزين نتفق مع بعض ان اي مجال بيجمع ما بين شقين ده دايما بيكون عليه طلب رهيب وبيبقى الناس كلها محتاجين لانه هو بيبقى الديماند عليه عالي والناس اللي بتشتغل في المجال ده قليله جدا. طيب هو متميز في ايه الديجيتال ماركتنج؟ ممكن نقول مثلا ثلاث حاجات. اولا هو سهل جدا ان انا